بنرحب بحضراتكم من جديد ونرحب بضيوفنا نجوم الاستوديو التحليلي النهارده كابتن علاء ميهوب. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بك يا كابتن محمد يوسف. ايه الجمال ده؟ اهلا وسهلا كابتن. بعض من عندكم كابتن. كابتن عادل مصطفى. اهلا بيك كابتن. اهلا بيك. ازيك كابتن هاني العجيزي؟ منورنا. ربنا يخليك يا كابتن. اهلا وسهلا. اهلا بيك. كنا بنتكلم على روح الفانيلا الحمراء. يمكن كلنا لعبنا في النادي الاهلي وكلنا حسينا قد ايه روح الفانيلا الحمراء تحسم بطولات، تحسم مباريات. ويمكن يعني انا كنت من اللعيبه اللي حسمت معايا مباريات كتير، حسمت معايا بطولات كتير، ولكن في بطوله ما نقدرش ننساها كانت سنه 84، وانا كنت خارج النادي الاهلي بس كنت في طريقي للنادي الاهلي في الفتره ديت. كان نهائي كاس مصر وكان النادي الاهلي والنادي المصري، وكان المرحوم السيد متولي رئيس النادي المصري تقريبا الحكم خلاص هيصفر لولا ان الكابتن علاء ميهوب كان ليه راي اخر. كابتن علاء. لا دي من يعني من الذكريات اللي عمري ما انساها طبعا، ولا جماهير الاهلي ده من طيب. جماهير الاهلي فاكره المباراه دي، فاكره الهدف ده، مش هدف الفوز، لا هدف التعادل. ان في وقت انت تقريبا انت الكاس انتهى خلاص، انت خسران الكاس خسران، المصري بيضعف انفرادات، لكن هو سبحان الله ربنا كرد لنا النفوز بالكاس ده. نيتنا كويسه، دايما بنتكلم على مكسب، هي حاجه مكتوبه يعني، هي حاجه مكتوبه دايما. دايما النادي الاهلي بيلعب على، مش بيلعب على بطوله، بيلعب على ماتش وعايز يكسب. ممكن الظروف ما تساعدش، لكن في ماتشات بتكسبها زي مباراه المصري دي، يعني سبحان الله تحس ان الكاس ده مكتوب لينا احنا. صحيح. ان طبعا ده كان في خلاص الدقيقه اهو معانا هدف الكابتن علاء ميهوب 45 الشوط الثاني. على فكره لو رجعت هتلاقي في انفراد ضايع من المصري. صحيح. طارق سليمان اتردد بالظبط الترتيب. بس احنا لو رجعنا ممكن نرجع تاني للكره دي بعد اذنك. بص الكره دي يا كابتن علاء وانت رايح، يعني انا لو مهاجم هحطها على شمال عادل عبد المنعم، انت جالك ازاي التفكير انك انت تعدي، مع ان عادل عبد المنعم كمان جسمه كبير ما شاء الله ممكن يفرد جسمه وياخد منك الكوره. انا ما فكرتش تفكيرين، انا التفكير الاول تفكير جالي اللي انا عملته ده، او بعد الزقه دي ايمن. انا قررت ان اخد عادل على واسع جدا. كويس. واحرزت الهدف. لكن بقول لك انا انا ما كنتش عارف ان الدقيقه 45 دي شوط ثاني مبدئيا، بس عشان من غير تمثيل انا ما اعرفش احنا بدقيقه 45. والله العظيم طيب لو كنت عرفت كنت ممكن يعني اعمل حاجه غير كده، لكن دي 45 الساعه بتاعت الاستاد ما كانش شغال. ما انتش مركز في حاجه يا محمد، احنا خسرانين 1-0. بص يا محمد، انت الصوره اللي قدامنا كلنا وجهازنا الفني كله كابتن جوهر الله يرحمه، انت خسران كاس مصر وكاس مصر رايح لمصر خلاص الوقت بيعدي. بس خلي بالك كنا بنلعب من غير الدوليين كمان. انا عارف. ايوه كان السنه دي كان في اولمبياد غالبا، لوس انجلوس. كان في اولمبياد كابتن عبده صاحب الوحش. انا فاكر على فكره ما اخدنيش في الفتره دي. مزبوط. وكملت انا مع الناس اللي موجوده وفوزنا بالكاس. لكن بقول لك انا احنا كنا بنفكر كلنا يعني ازاي نخسر الكاس في ملعبنا. ودايما لعيب النادي الاهلي وكلنا لعبنا في النادي الاهلي بيفكر في حاجه مهمه جدا، بيفكر في جمهوره دايما. صح. دايما شغلك الشاغل انت في الملعب، انت ما تفكرش في نفسك على فكره، انت فكر ازاي الجماهير دي ممكن تروح زعلانه. فدي بالنسبه لنا كانت عامله علينا ضغط جامد جدا ايمن، ويمكن كان كل معظمنا مش في مستواه. وانت الوقت بيعدي، انت الوقت بيعدي مش عارف حتى تتعادل، مش عارف مش هتكسب ازاي. ايه بقى حصل الانفراجه اللي جت كده؟ دي حاجه بتاعت ربنا. كان عندك من جواك احساس ان احنا ممكن نتعادل وممكن نكسب؟ ما اعرفش. عشان كده والله يا عشان كده عملت ده. ايوه يعني انا مش باصص للوقت، بس انا اللي عندي يقين ان لا 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 استحاله اخرج من الملعب ده واحنا خسرين الكاس. ما ينفعش. عارف كلمه ما ينفعش دي؟ طبعا تحس ان هي دايما موجودة في النادي الاهلي، في لعيبة النادي الاهلي. صحيح. ما ينفعش. طبعا كل حاجة دي عند ربنا طبعا. لكن انت جواك مفيش حاجة اسمها تعادل، مفيش حاجة اسمها تخسر، مفيش حاجة اسمها تخسر بطولة على ارضك وسط جماهيرك دي اللي متعطشة للبطولة، فانت ما تفكرش في حاجة. انا والله ايمن كل تفكيري ومتأكد كل تفكير اللي كانوا معايا في الملعب ان احنا ازاي الحكم هيصفر ولعيبة المصري هتستلم الكاس واحنا مش هنستلم الكاس ده بس. أيه. فعشان كده اتصرفت التصرف ده 1-1. بعد 1-1 دي خلاص انت اخدت الكاس. صح. يعني انت بتلعب اكسترا تايم خلاص. صحيح. الموضوع منتهي تماما خلاص. قلب الجيم، قلب خالص تماما. مزهور. انت بقت في حته تانية خالص. لعيبه المصري خلاص بذلوا طبعا جهد جبار وخلاص المعنويات طبعا بقت في الارض. الجول ده خلاص بقوا منهارين بعد كل ده. انتهت. انت يا ايمن بالظبط الكره دي لو اتقطعت او راحت حاجه الحكم صفر. صحيح. كانت سنه كام يا كابتن؟ 84. 84. انت عارف كان عندي يعني كام سنه؟ قبل ما تقول ولد كنتش ولد؟
يا راجل وقعد معانا سبحان الله وقعد ثلاث ايام وقاعدين مع بعض في نفس الاستوديو. انا بقى كنت حاجي بعديها بشهر يعني انا كنت انت جيت بعدها بعد بعد انا كنت في معسكر المنتخب مع كابتن عبد الصالح الوحش كنا في المانيا وما خدنيش طبعا كنت ساعتها في الكروم وجيت بعد ماتش الكاس دوت يمكن باسبوعين ثلاثه كنت خدت هداف الدوري السنه دي كنت هداف الدوري في 12 مباراه او 13 مباراه 8 اهداف